المحيط مهم قوي، المحيط اللي حواليك تبقى مختاره كويس. الناس اللي حواليك، اصحابك اللي حواليك، هيشكل جزء كبير جدا جدا من وجدانك ومستقبلك، هيأثروا على مودك، هيأثروا على قراراتك، على نجاحاتك، على كل حاجة بتحصل في حياتك سواء بالسلب او بالايجاب. فهم قوي قوي نعرف احنا بنحط نفسنا في محيط عامل ازاي. يا ترى في ناس لما نتكلم معاها تصدقنا، ولا لما نتكلم معاها ما تديش قيمة لكلامنا؟ ده مهم قوي. ده بيفكرني في حكاية كانت زمان، بيقولوا ان واحد جد كان عايز يعلم حفيده الموضوع ده، فاداله حجر وقال له انزل السوق بس ما تبعوش، انزل اعرف سعره كام. راح الولد اخذ الحجر، دخل على اول محل، فالراجل قال له لا ده ما يسواش اي حاجة، تفضل خده. اوكي، راح لتاني محل، لقى واحد بيقول له والله ده يسوى 10,000 دينار. الولد انبهر جدا، دخل المحل اللي بعده، قال يا ايه ده، الحجر ده غالي قوي، يساوي 500,000 دينار، ممكن اشتريه منك؟ فقال له لا، انا جدي قال لي ما مش عايزه بيها الحاجة. فالمهم راح للمحل اللي بعده، لقى الراجل بيقول له مش ممكن الحجر ده يساوي 5,000,000 دينار وانا هشتريه منك حالا. قال له لا لا انا مش عايز ابيعه. راح لمحل بعده، لقى راجل كبير، بص الحجر، قال له الحجر ده لا يقدر بثمن، وانا معيش المبلغ بتاعه اصلا، بس ده حاجة يعني نادرة الوجود. فرجع الولد لجده وحكى له الحكاية وهو مستغرب، فجده ابتسم وقال له هو ده انت، هو ده الانسان، لازم تعرف بتحط نفسك في ايدين مين، حواليك مين، هل بيقدروك ويقدروا اللي عليك ولا بيقللوا منك. وبالتالي لازم طول الوقت ناخد بالنا من المحيط. المحيط مهم قوي قوي قوي. فكتير جدا من الكلام اللي ممكن يطلع مننا قد يكون احلام عمر ونجاحات عمر، بس عشان احنا طلعناها في المحيط الغلط.